اهلا وسهلا، نرجع في الحلقة السادسة. يبدو ان الحلقتين اللي بدون تعليق ما عجب بعض الناس، والناس تفضل الشرح على اللي قاعد يستوي، فبرجع مرة ثانية. اليوم شغلت المايك مرة ثانية وقلنا بنشرح، وفوق هذا كله الرجوع الى الخلف شوي، بنشرح شو سوينا قبل وشو السالفة وكيف كانت التوسعة وشو ضرورية التوسعة في المدينة اللي قاعدين نسويها. سوينا شغلات اساسية راح انا امر عليها، بس سوينا مدينة جديدة وفتحنا اللي هي بخف صوت اللعبة شوي، وسوينا الماستر فوليوم. لحظة، اوديو ماستر فوليوم، نخفض ايها الصوت لو سمحت. انخفضت ولا يبالي اكسبت شي ولا سوينا نخفض وما نخفض؟ زين، يوم وصلنا السكان 7500، نحن شو سوينا؟ سوينا فتحنا المباني الجديدة اللي هي يسمونها بالضبط هذه، لا هاي دنسيتي ريزيدنتال وهاي دنسيتي كوميرشال وهاي دنسيتي، ولا سوري اوفيس زون. هاي مكاتب حق المصانعين، فالمكاتب بيتحولون لعماير، وهاي فيها سكان اكثر يتحولون لعماير كبار. طبعا في عندي احتياج للصناعة بشكل فظيع، لان عندي مكاتب وعندي تجارة تتحرك. اللي سوينا بنينا، خصصنا هالمنطقة وحولناها لمنطقة يشتغلون بالبترول، وحطينا محطة انتاج بترول، وحطينا هاي اللي هي حريق نحرق الوساخة. طبعا بحط وحدة غير، ان اكيد 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 نحن داون. صحيح، نعم نحن داون، نسبة الحرق وايد اقل من الوساخة اللي يسوونها العالم. العالم تحب توسخ شوي يعني، ما له داعي اقول لكم، العالم تحب توسخ، شو نسوي؟ ننظف من وراهم. حط 2، نزيد ال 48 48000 بيكون شيء 108000 بعده، يعني يبغى لنا محطات غير، بس مش مشكلة. وزدنا الكهرباء وسوينا هالمدينة، وعقب حطينا المترو اللي هو تحت الارض. هذا المترو اللي هو تحت الارض، وبعدين في المترو اللي هو نفس مترو دبي اللي يعرفه، اللي هو يجيك فوق الشوارع، مش بطريقه دبي، طريقه دبي افضل، بس هذه الطريقه اللي اتبعتها اللعبه. اللي هو اللي يكون السكه فوق الشارع نفسه، بنيناها وعدلنا الشوارع كامل، بتشوفون في الحلقات اللي قبلها، وسوينا نقاط. طبعا لما تسوي هنا اي مواصلات لازم يكون لها نقاط ماله، مثلا هاي يسمونه المونوريل، هنا المونوريل له النقاطة هذه، وشوارع هذه اللي تبنيها أساس تمدهم. طبعا في بنمدهم على محطات باصات، وبنمدهم على المترو، وبعدين بنشبكهم في بعض، بنسوي شبكة كبيرة من يستوي عندنا مجموعة مدن. هاي تعتبر كأنها مدينة، واحدة مش كأنها مدينتين. عندنا شوي بعض الأمور، كيبلات مش منظمة هالأمور، هاي يبالها تنظيم. أنا الصراحة مش عايبتني وايد صراحة، بس إنه هذا حد اللي مو مشكلة، بنحصل لحل، بنحصل لحل. انا اشوف يطلع من تحت ما يطلع، بعدين بشوفه انا هذا برا البث، برا التسجيل. هذا الشغلات الاساسيه اللي سويناها، عدلنا الشوارع السيدين ان يكون فيها مونوريل. كنت بقضي هاي الحلقه في التنظيم، لان التنظيم جزء كبير من الحلقه هاي. بس فتح لنا شيء وايد مهم، اللي هو تكرير الماي. تكرير الماي هذا في نفس الوقت يهتم في المجاري اللي كنا نسويها من قبل، وفي نفس الوقت ينتج لنا ماي، يوفر علينا تعب سنين ونظيف، مش وسخ. ما ينتج الوساخة اللي تبهدل الواحد، نفس ما المجاري، مشكلة المجاري يهد وساخته في النهر، ومن هنا ما نقدر نحط شيء. خلاص شوفوا، شوف التلوث اللي وين يوصل لآخر الدنيا، فلازم نكون محددين في اتجاهها. انتو تعالوا شو تبون، انتو ليش زعلانين؟ بنحط لهم محطة حريق نحن حق الوساخة هني، على اساس ما يتشكون شكاوي هني، بيبدون الناس يروحون، بتبدأ يقل علينا الدخل. انزين، اللي سوينا المرة الماضية نحن فضينا هذا، وبخليه فاضي، خليه فاضي، حطيه مكان هني. نحن ليش فضينا هذا؟ ليش بنحرك مركز الشرطة؟ عساس نقدر نوسع الشوارع، لان هاي اذا موجودين على مكان الشارع لا تستطيع توسعته، ما نقدر نوسع الشوارع هاي. والهدف كله حاليا، زعلت وبرد لكم مركز الشرطة، لا تزعلون، مغلق مؤقتا للصيانة. فالحين الهدف كله ان نوسع الشارع هذا، نخلي شارع ضخم للنهاية. بنضحي شوي مباني، مو مشكلة عادية، خلنا نضحي شوي مباني، ولا ان نضحي باكثر من مباني. الحين هذا اذا سويت له الابجريد مندم، فلازم الزم منه المونوريل.
صديقنا المونوريل، كلهم بيرجعونهم مش مشكلة بيرجعون، بس أهم شيء الشارع الرئيسي هذا يكون مسيع، لأن الشارع الرئيسي هذا وايد مهم، هو المدينة، نص المدينة بهالشارع هذا مصطكة في زحمته. طب كبرنا هذا بعد الوصل اللي في الوسط، أو ليش ما نحطيه شارع ضخم؟ ما بنحط مونوريل نحن على الشارع أصلا، فاللي من الشارع العام يتوزعون على المدينة، احنا نبي نوزع الناس على المدينة. المشكلة في مباني نفس هني، شو اللي عندي يخليه ما يتوسع؟ في خدمات هني أصلا؟ ما في خدمات. وسع الشوارع بشكل لما قضي هالحلقة صلاح للمدينة هاي. المشكلة انه وايد قريب، المشكلة مش انه المشكلة انه وايد قريب، فشكل حل المشكلة ندق ستوب يا كابتن بوب، ستوب نوقف هذا، وقف سامحوني يا المصانع، ادري انتو يعني لكم دور فعال في المجتمع، لكن شو نسوي؟ محتاجين شارع عام، بدون الشارع العام ما راح تضبط الأمور أبدا أبدا. بنبني في الوسط عن شكل شوي الأمور بعد، عشان نعوض بس عليهم. هذا الشارع بينهدم، نسوي لفة شوي لكم عليها يعني، ان هذا خلاص الشوارع راسها في بعض. هذا في اول حلقة انا قلت لكم اذا هذا تم على نفس الحال بيسوي لنا مشاكل، وسوي لنا مشاكل صدق. محتاجين منفذ خارجي حق المصانع، بس الحين صار عندنا شارع رئيسي مرتب، يعني مرتب جدا. خلينا نسوي الشارع ضخم، نسوي ضخم دام في ميزانية، بنكبر الشارع شوية. لا هني ما بكبره. وشو بنحطيه هني؟ هذا المكان يباله نبني فيه شيء، بس خلنا نرجع مركز الشرطة مالنا. أنا وين عقيته؟ هذا هو. تعال يا عزيزي ارجع. وين ارجع؟ وين كنت؟ ارجع للناس، اشتاقت لكم. انتو عندكم مركز شرطة، لا تزعلون، ما لكم حتى تزعلون، عندكم مركز شرطة قبل العالم كله. بدأ من العماير، في شوف تغطية الخدمات كلها تغطي هنا في الوسط، بدأ من العماير سوي كل اللي يمكن يتوصلون في بعض هاي. شغلنا الشاغل الحلقة هاي خلاص، بس تعديل هالمدينة هاي. ها نحن شليناه من مكانه، لازم نرجع مكانه. اخ سيدي استعملوه، استبو متينك خلاص، خليك انت هني مو مشكلة عادي. ما اظن احد يكون زعلان، اشوف في حد زعلان هني، هني بيكونوا زعلانين. حاطينهم رينكريشن اللي هي مال مبنى حق الجثث، هو رينكريشن بدل ما تحطيهم في مساحات كبيرة تحطي لهم مباني، يوفر عليك عدد الناس اللي قاعد تستهلك اي شيء. توصل مكبرة صناعية الحين هالمدينة، اليوم لازم نعدلها، نوسع الشوارع، شارع شارع. بس المشكلة وين؟ الشوارع نفس هاي، لو من التي توسع الشارع
سوريا المصانع سوري كان حان واختكم يبولهم على الاقل شارع واحد كبير على الاقل، ما بكبر المنطقة كامل بس بكبر شارع اساسي يقدرون يلفون حول الشارع يعني. لا 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 يا صديقي، مونوريل احتاج مونوريل هني، خلي مونوريل. مو مشكلة، بس هذا الجزء هذا راح أغيره. راح نفكر أخليه هذا الجزء وهذا الجزء، خلى الشارع العادي ياخذ اللفة، ما عليه لفة ما لها داعي، بس الشارع بالطريقة هذه بيسوي فرق وايد. ليش الفرق الوايد؟ لان الحين يوم بيجي انا بوسع، هذا مش مشكلة عادي كبر شوي، بس عندنا اللي هو هذه المنطقة I think it's okay، بس الافضل اني ضربة واحدة دام اني بسويها وبسويها خلص الأمور. أشوف في عندي هني سؤال، أنت الحديقة هاي مسويت الأزمة هاي بحياتي؟ تعال هني، ها أوكي ارتحت، وأنت تعال هني، خلى المترو يمشي، خلوا المترو يمشي، لا توقفوا المترو عندكم. اوكي حصلنا منطقة مظلومة، مترو ما قاعد يلفني، مترو ما قاعد يلف، فشو بسوي؟ بخبركم الحين، لأن بنكبر الصناعية وبنكبرها كل الأحوال، لازم نكبرها. الشارع هذا ترتيب المدينة يستهلك وقت وجهد مش طبيعي، يعني ممكن تقضي يوم كامل في بس انك تبدل اماكن الاغراض في المدينة اساس مدينة تبقى اوكي. الاثنين موصولين في بعض؟ متأكدين انتو؟ انا احس ان الشارع مش واصل في الشارع اصلا. زين اذا تسلفنا من عند الربع في الترانسبورت، مونوريل ما يركب، متوصل من هنا برايا. اوكي برجع له بعدين، خلنا نكبر المدينة، كبر الصناعية مالنا، سوينا شوارع احنا رئيسي اصلا حق الصناعية من ساعة يمينة، سوينا شوارع رئيسية، فاللي بيستوي الحين بالطريقة هاي راح اغير ترتيب الصناعية الجديدة من الجديد من اول وجديد، اساس يكون في ترتيب في الصناعية. خلاص الترتيب الاولي ما عاد ينفع، الترتيب الاولي ما من اخير، بسوي صناعية شوارعها مرتبة فيها حدائق فيها اماكن فيها الناس تقدر تستانس، لان السيستم الاولي هذا خلاص لان استوى الحين. حتى هل الصناعية لازم لهم مواصفات معينة ولهم ستاندرد، ويبالهم مطافي مالهم، يبالهم مستشفى مالهم، مش معناه صناعية خلاص يمرضون يموتون. الصناعية مصدر وظائف خصب جدا،
انت لازم تفكر في الوظائف، اذا بتسوي مدينة لازم تفكر في الوظائف كيف توفرها حقهم. وكان المفروض من زمان نسوي صناعية، لكن التهينا في المونوريل، مترو فوق الارض انا اسمي هذا. منو يسمي شيء مونوريل؟ ليش مونوريل؟ لا لا يسمونه يعني، مش ما يسمونه، بس انه الجزء المهم هني صناعية مو تكون محدودة، والصناعية مش بس تكون موصولة في المدينة الثانية، موصولة بعد دايركت في الشارع العام. بعطيها صناعية موصولة عندي في النفق هذا، موصول في المدينة الأولية اللي هي هاي، هاي بروحها يبالها يلسى المدينة هاي اللي هني فيها بلاوي. يعني الصناعية بروحها هاي تسوي لنا أزمة في حياتنا. بس يبان دكاكين، وانا وين منقص دكاكين؟ شكرا، ما بطاقة شمسية. آخر مرة جربت لوعت بتبدي، خلنا نحط دكاكين ما رجال، دكاكين طيبة. وفعليا ما في دكاكين مال رجال ومال حريم، بس يعني اقول يعني خلينا نحط شوي سكان زيادة بعد. صناعية الحين انا مو بحط فيها، بحط فيها بس جاهزة. الحين اذا بحتاج اكبر الصناعية في لحظة من اللحظات، محتاج عندي مواد، شل البقعة هاي حط فيها مطافي وغيره، ووسع الشوارع شوي، منطقة جاهزة من الآخر، جاهزة خلاص ما يبالها أي شيء. هني يوصل لهم خدمات، هي عندهم خدمات، إذا عندهم خدمات طبعا نسي على المطافي، يوصل للمكان مطافي أوكي، يوصل للمكان شرطة ومطافي أوكي، هذا أوكي، تعليم بعد ممتاز. بس هنا بيكون في مكاتب أصلا، بنحط شوي مكاتب، المكاتب بتخلي الناس اللي ساكنة تطور، محتاجين نحن الناس ساكنة تطور أساس اني بكثافة كبيرة. انزين الحين خلصنا هاي، سامحيني يا صناعية، انتي وضعك صعب، انتي وضعك صعب، وضعك جدا صعب، محتاجين انكريشن. انا ابى بس افضي الدمبس مالنا عسب اقدر ابدل اماكن الشغلات، فبحطي واحد زيادة يزيد في مدينة جديدة على سكنها تولد. أيوة الحين المدينة الثالثة هني بتكون، بعد ما أصلح هاي الحين هناك الثالثة على طول. ما عندهم هني دكان عيادة؟ مش دكان عيادة. زين يا صهاي، الحل الصعب دايم، بيزعلون علينا شوي. اسمع علي، يزعلون الحين شوي، انا عندي موضوع جامد مع الماي لازم احله، دائما انسى اعطي الناس ماي. لا بس عندهم ماي، ودائما لازم الواحد يرجع يشيك على شو يقول لي برا حدود المدينة. يا الله مرة مطور انه برا حدود المدينة. الحين بسوي الشوارع مال المترو، المقبرة، يا الله كل شيء بتنشب لمقبرة. زين هاي بفضيها، ممكن فضوا لي مقبرة لان انا اخلص هذا الشارع. استوى عندهم شارع رئيسي، ما بكبر كل الشوارع، لكن بكبر الشوارع الرئيسية اللي في الوسط، هي اهم شوارع عندي شوارع رئيسية. تكبير المدينة كامل مكلف ومتعب، وراح يتطلب مش بس جهد، اكثر من جهد،
طبعا طورت هذا المونوريل انه بايتم موصل. انا احاول الحين اسوي بالطريقة السهلة اللي هي اني اوصل للشارع العام امد شارع رئيسي من غير ما اني احتاج اشيل المباني، لان سالفة اشيل المبنى هذا يطول يطول جدا ويطول. شوف الحين مطول، بعده يبغى له وقت. الحين هذا سكر قاعد يفضونه شوي شوي من 3000 مكان. انزين الحين قلنا هنا يبغى لهم عيادة، بس استوى عندنا مساحة، استوى عندنا مساحة شغلات اكبر. اصلا اذا كبرنا المساحة للشارع تكبر مساحة البناء. فشوفوا هالمساحة الاولية تبي حطيت عليها هذا، شوفوا تكبر مساحة البناء. يعني الناس عندها مجال تتوسع، الحين توسع اكبر لان اطلع برا على الشارع الاولي. شوفوا يا نزيد نزيد نزيد، وما يضر شوي مكاتب نبغى. اذا قدر يبنون هني عافية عليهم، والله ما اظن يرون. محتاجين شوي دكاكين، لازم دكاكين، ولا ما يصير دكان بقالة عقب تمول، ما اعرف مشروب طاقة ما يمشي الوضع ما غيره عند بعض الناس. الحين نمد الماي، خلني اكون محترم زين، وبجهز الماي اللي كل شوي ناسنا. انا بحياتي ما بحياتي ما احضر الماي، اباهم يوفرون ماي لان وايد يصرفون ماي. حاطين لهم من الحين اساسات الماي، هذه اساسات الماي. هذا بيكون تعديل الاساس اللي يكون عدلنا فيه نحن هالمدينة حاليا. كبرنا الشوارع الرئيسية، وهذا الحين بيفضح وبنشله من مكانه، بس يفضل المقابر. وحطينا ماي ووتر افاليبلتي. يا ربي حطوا بمب، اذا عندكم التريتمنت اوكي حطوا بمب، بمب ارخص، تخسرون وايد فلوس. البمب ارخص وايد لانه يوفر وايد ماي، بس تنظيف اللي هو يبهدل. شوفوا هاي ما يسوون تلوث، هاي شوف تلوثه واصل لين ما اعرف وين، مكان بعيد. محتاجين هل محتاجين محتاجين نوصل نحن شغلة ثانية ما ظني. هذا كان تصريح وعدال الحلقة، حتى تصريح تعديل المدينة القديمة. الحين لازم نسوي مطار ومدينة جديدة، اللي هو المدينة اللي راح تكون أحسن من كل المدن. راح نبنيها جاهزة حق اللي هي الانفاق والمترو، وبنبنيها المدينة متوسعة على القطار. قطار بس لازم نوسع مدينتين، من هالصوب ومن ذاك الصوب على القطار. خل من الحين زين، اظني اروم اخذ ارضين، اتمنى هاي ارضين. اوكي نوسع المدينة هاي، نجيب بالقطار نسوي منه بزنس، نحول يعني بدل الزحمة التجارية والناس تكون على الشوارع هاي بس، نحول الضغط على القطار. لان لو بنحط مطار بنبدأ نسوي اللي هم هالمباني هاي، بنسوي سينما، بنسوي مولات، بنسوي وايد امور. بنبدأ حتى السينما يمكن نحطي في شو اسمه الجديد، كل شيء له مهمات، بنخلص مهماتهم، بنحاول نبدأ نخلص مهماتهم. لازم نحول الضغط، لازم المدينة شوي تفضى لان زحمة الشوارع تسوي مشاكل. ودي اشوف وين بتوصل هاللعبة نهايتها، هل النهاية راح تكون بشكل افضل ما نتوقع. اذا خلنا نشيل هذا بس دام انه موجودين وموجودين، لان اعرف اقول بشيله بعدين ولا بشيله. خله هني
هذه شلينا بوصلهم عقب كهرباء بأي طريقة عادية. ممكن وصلهم الحين كهرباء أصلا عادي ترى، مش قضية، لأن كهرباء مش شيء صعب. إذا نبي نوزع الضغط بين محطات الكهرباء اللي نبي نحسبها محطات منفصلة الحين، مش قضية، مش قضية. أنا هذا بيطلع لي روحي. خلنا نشوف العواميد كيف تركب. عزيزي العمود، شكرا. لازم احطيه واحد واحد. الحين وزعنا الضغط بين محطات الكهرباء، بس يكون الضغط متوزع. شو المشكلة هاي؟ نو مور روم. زين انا باني لكم الحرق شغال، المفروض ما يتعبى اصلا عندكم. الحرق عندي دبل هذا المفروض يكون، بس ما عليه. بنحط ارض ثانية عند الحرق، قريب من الحرق اساس. شو يسوي لان يتم يحرق؟ يبغى له وقت يحرق اصلا، صار هو محتاج يحرق وقت محتاج. نشوف المقبرة، فضوها. هذا اخر شارع بنسوي حق المدينة هاي قبل لا نحول المدينة الجديدة. ايوه 100 100، كل هذا اللي سويناه اضطرناه الحين عشان نشيل المقبرة مكانها ورجعها مكانها. بس تبقى متين خلاص، ارجع اشتغل. لحظة خلنا نشيل هاي الكبرى اصلا ونحط دكاكين شوي كبيرة، مكان محتاج دكاكين. ليش عندي نقص في الدكاكين هنا؟ مترو ستيشن يعني بعد يحتاجون دكاكين، بنعبي لهم شوي دكاكين، مو مشكلة، مش مشكلة أبدا. نعبي لهم، ليش ما نعبي لهم دكاكين؟ هذا بيفضح مع الوقت بروحه. أوكي، وهذا الحلقة عدلنا فيها المدينة، سوينا باقي الأمور. الحلقة الجاية بنسوي المدينة اللي فيها سينما وفيها قطار، لا قطار أو مطار، واحد من الاثنين، لأن ترتيبي باله شوي وقت، بقرر أنا على واحد فيهم. ونحن جاهزين خلاص، واصلين في الشارع العام، واصلين في شارع عام ثاني بعد، مش شارع عام واحد. يعني الحين ممكن ابدا مدينة بروح اصلا، بس ما بنبدا، بنوصلها في الصناعيات اللي عندنا. وشكرا لكم، الى الحلقة القادمة.